بعد نهاية كل مباراة نعرف الفائز والمنهزم، وقد يكون التعادل سيدا، لكن بعد نهاية المباراة اليوم تعرفنا على فائز قطع شوطا للعودة إلى حظيرة الكبار، وآخر سيعود إلى قسمه. الدقائق 11 و15 شهدت مخالفات للاتحاد بدون تدسيب، حتى دقت الدقيقة 21 ثريوي نجم المباراة يمرر لعليوات فتح النور الذي افتتح النتيجة. بمرور الدقائق سقط الفريقان في اللعب المباشر، فلم نسجل ما يستحق الذكر، حتى أخطأ المدافع بالعيد في إرجاع الكرة، ولولا الحظ لوقع في المحظور قبيل نهاية الشوط. الشوط الثاني عرف لعبا منسقا ومنظما لأبناء الجمعية لفريق من الأمال والأواسط أبل البلاء الحسن، كما شهد سلسلة مراوغات لرابطي الذي منح الكرة لفريوي الذي سدد خارج المرمى. ديب أحسن لاعب من الخروب راوغ ووزع، لكن الكرة لم تجد من يفعلها في الشباك. عاد فريوي وتبادل الكرة مع حميتي فسجل الثاني وجها لوجه، واهتزت المدرجات في الدقيقة 60. مدرجات كادت لتصمت بعدما ضيع الخروب مباشرة. أشبال مطمط قدموا بعدها هجمة نموذجية، وأشبال زان ضيعوا الثالث في لقطة حميتي قبل النهاية السعيدة للبليدة والحزينة لفريق تأسس العام 1927. الحمد لله لي طروب هادو لغديناو هنا في السطات تاعنا، وين حنا يخدمونا في الفيتير باه نحقوا ان شاء الله الصعود. يقولوا عاود لنا بوبنا زا اخر دقيقه بيان سير، شكون الخروب سميت لبوبنا زا بوبنا زا وشارف اخر دقيقه بيان سير نحضروا العام الجاي. اليوم اكدنا كما قلت قبيل، اكدنا علو المدرسه الاوروبيه، ان اللاعبين مكونين على مستوى، قدموا كنتوا تشوفوا قدموا مباراه في المستوى، كنا قادرين نسجلوا 3 ولا 4 اهداف. طبعا